اتفاق ما قبلش اتفاق ما قبلش ما قبلش ما قبلش ما قبلش ما قبلش اتفاق ما قبلش اتفاق ما قبلش الحكومة راه ما قبلش الحكومة راه ما قبلش قبل موسى راه ما قبلش قبل موسى راه ما قبلش اتفاق ما قبلش اتفاق ما قبلش الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حسن فولكو عضو التنسيقية الوطنية للأوتوبيدانية المتدربة فوج 2022-2023 باسم التنسيقية الوطنية. أولا كنحيي عاليا الأطر، كنحيي عاليا المواقع الإلكترونية الحاضرة معنا في هذه الوقفة التي تتزامن مع اللقاء ديال الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية أو بالأحرى النقابات الأربع الأكثر تمثيلية. طبيعة الحال نحن يعني أطر الإدارية المتدربة فوج 2022-2023 كان لدينا مجموعة من الوقفات وهذه إحداها. نذكر بالملف المطلبي ديالنا اللي من بعد واحد الاتفاق 14 يناير 2023 احنا لقينا ريوسنا ضحايا. ضحايا علاش؟ ضحايا لأننا احنا جينا لهذا السلك على أساس أننا نتخرجوا بعد عامين سنتين غادي نترشحوا لما يسمى خارج السلم، ولكن كنتفاجئوا بأن الوزارة كتوقع الاتفاق باللي وكتمنح هذه الدرجة الممتازة للفئات اللي جينا منها والتحقنا لهذا السلك بشروط مجحفة. 15 سنة كأقدمية في حدها الأدنى، الإجازة زائد السلم 11. إذن اليوم ربما هذه هي الوقفة الثالثة هنا في الرباط في العاصمة. كانت الوقفة الأولى أمام الوزارة لتبليغ هذه الرسالة، كانت الوقفة الثانية أمام البرلمان، والآن ونحن في الوقفة الثالثة وكنبلغوا الرسالة ديالنا واضحة للسيد الوزير باش يشوف الملف المطلوب ديالنا في الشمولية ديالو للأكيد أن جميع المواقع الإلكترونية توصلوا به، إضافة إلى يعني الدرجة الممتازة وقرصنة السنوات الأقدمية. هناك ما نتقاطع مع الإخوان ديالنا الممارسين كثرة المهام، التعويض عن المهام، الحركة الانتقالية في سنة. إذا كل هذه المطالب فهي على طاولة السيد الوزير، نتمنى أن يتفاعل إيجابا، وإلا فنحن ماضون في تصعيد الأشكال النضالية إلى أن يتحقق مطلبنا الذي نراه عادلا ومشروعا. السلام عليكم، عند العلوي متصرفة تربوية. نحن هنا متصرفين تربويين من جميع أنحاء المملكة، جئنا للاحتجاج من أجل ما يحاك ضد إطار متصرف تربوي. هناك أيضا الأطر المتدربة بمراكز التكوين. إذا الإطار المتصرف التربوي يخوض في مجموعة من المشاكل والتخبطات، وهذا راجع لعدم الحسم في مرسوم متصرف تربوي. إذا مرسوم متصرف تربوي هو مرسوم الإطار هو واضح، هناك له مدخلات ومخرجات واضحة. لذلك نحن نطالب وزارة التربية الوطنية باحترام هذا المرسوم التي كانت كما قلت مدخلاته واضحة. كذلك نطالب وزارة التربية الوطنية بإخراج لوائح الترقية الخاصة بسنة 2021. كذلك نطالبها بالإعلان عن موعد انعقاد لجنة الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين لهذه السنة. وكذلك أريد أن أتساءل من خلال هذا المنبر عن
مدى تكافؤ الفرص في داخل وزارة التربية الوطنية، لأن هناك أطر سيقومون بتغيير إطارهم الأصلي بناء على مرسوم والذي ينص بشياز المباراة والولوج لمراكز التكوين، في حين أن إطار المتصرف التربوي لا تطبق عليه هذه المعايير. إذا نريد أن نعرف السبب. نشكركم على الحضور ديالكم من أجل التغطية ديال هذا الحدث الهام، هذا الحدث التاريخي. معكم إلياس المدني، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة. هذه الوقفة ديال اليوم كتجي في إطار مسلسل من المحطات النضالية اللي خاضتها كل من التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة والنقابة ديال المتصرفين من أجل المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة التي ما فتئت هذه الفئة تطالب بها، لكن مع الأسف دون وجود أذان صاغية ودون وجود ردود فعل إيجابية تدعو إلى الحوار والمشاركة في البحث عن حلول مرضية للجميع. إذا الوقفة ديال اليوم واللي مقرر أنها تتحول إلى مسيرة بعد نهاية الوقفة، مسيرة في اتجاه البرلمان، كلها من أجل تذكير الوزارة بالملف المطلبي، خصوصا أن هذه الوقفة تتزامن مع اللقاء الذي يجمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع الوزارة في إطار مشروع النظام الأساسي الجديد الذي نتمنى أن يأخذ بعين الاعتبار الملفات المطلبية ديال جميع الفئات التعليمية وعلى رأسها الملف المطلبي ديال هذه الفئة ديال الأطر الإدارية المتدربة والمتصرفين التربويين الممارسين حتى ينتهي هذا الاحتقان وحتى تعود الأطر إلى مراكزها والإخوان المتصرفين الممارسين إلى مقرات أعمالهم اللي هو المكان الطبيعي ديالهم. إذن مرة أخرى نريد من خلال هذه الوقفة أن نبعث برسالة إلى الجهات الوصية وبالخصوص الوزارة المعنية بأننا مصرون وعازمون على المطالبة بحقوقنا. إذن مرة أخرى نقول للوزارة بأن سياسة الهروب إلى الأمام وبأن سياسة صم الأذان لن تجدي نفعا ولن تأتي بحلول ترضي الجميع وبالتالي تنهي الاحتقان، وبهذا وجب الجلوس إلى مائدة التفاوض والبحث عن حلول لهذه الفئة. نذكر بالمطالب ديال الإخوان ديال الأطر الإدارية المتدربة اللي على رأسها التخرج بالدرجة الممتازة أي خارج السلم والحفاظ بسنوات الأقدمية، بالإضافة إلى مطالب أخرى متضمنة وموجودة في الملف المطلبي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.